مش ممكن هننسى ابدا العظيمه كوثر هيكل، ومش ممكن هننسى اعمالها الجميله اللي يعني بتؤرخ في تاريخ السينما المصريه. يكفي حبيبي دائما الفيلم اللي مفيش جيل ما حبوش، مفيش اتنين ما عرفوش الحب وحبوا الا على فيلم حبيبي دائما. الجمل اللي حافظينها: انت في دمي يا ابراهيم، خفت عليكي من كل الناس، طب ما انت كل الناس، كلمات مش هننساها وسيناريوهات حياه عشناها مع كوثر هيكل. النهارده تكريم من مهرجان اسكندريه، وطبعا دايما بيقولوا اللي خلف ما ماتش، فبنتها النهارده هي اللي بتفخر بتاريخ مامتها وبتفخر بتاريخ والدها ابو بكر عزت اللي قدموا اعمال ليها قيمه. واكيد النهارده انت فخوره بالتكريم، وشفتي الافلام لما تعرضت على الشاشه واستقبال الناس لكوثر هيكل. الف مبروك. الله يبارك فيك يا بوسي، ومتشكره على المقدمه الجميله دي. يا ماما كانت الحقيقه دايما تتكلم عنك وبتحب جدا حقيقه. انا من عشاقها، وانا من الناس اللي بعشق افلامها، وطبعا ابو بكر عزت كان صديق غالي وانسان غالي على قلبنا كلنا. ربنا يخليك يا حبيبتي، الف شكر. وطبعا النهارده لحظه يعني مشاعر مختلطه، يعني طبعا فرحانه ان ماما بتتكرم، وفي الوقت نفسه متاثره جدا انه انا اللي بستلم التكريم، لان انا كنت قريبه جدا لماما وعصرت كل افلامها وهي بتكتبها. وأقول لك على حاجة يمكن ناس كتير ما تاخدش بالها منها، كتير من بطلات بالذات مسلسلاتها هتلاقي اسمهم سميحة، يعني على نار هادية مع الفنانة الجميلة إلهام شاهين كان اسمها سميحة البطلة. ومسلسل اللي خدت عنه جايزة الدواء اللي هو عصفور في القفص، البطلة كان اسمها سميحة. سميحة دي تحريف لاسمي أنا سماح. فهي كانت دايما حطاكي في بطلاتها يعني، أو أنت كنت تميمة النجاح ليها يعني. هي كانت على المستوى الإنساني شخصية يعني متعددة الرؤى ومتعددة الصور، في لحظة تلاقيها أرستقراطية جدا وبتتكلم يعني بالشوكة والسكينة، وفي لحظة تلاقيها بنت بلد، وفي لحظة وبتعرف تتكلم مع كل الناس، كل واحد بلغته، بتعرف تقرأ الناس كويس قوي كمان. يعني أكيد هي عينيها كانت بترصد المجتمع، لأن هي كانت بتعبر عن المجتمع في كل أعمالها. أنت النهاردة وأنت بتتفرجي إيه الفيلم المفضل لك؟ أنا طبعا حبيبي دائما ده العشق لينا كلنا، ليه معزة خاصة لأن علاقة فريدة بجدتها هي علاقتي أنا شخصيا بجدتي. فانا وانا بشوف فريده مع جدتها انا شايفه نفسي مع جدتي. بس ما لقيتيش ابراهيم؟ لا لسه لقيتوش ابراهيم. انت بدمي يا ابراهيم. فانا حافظه لماما جمل، يعني لما بتقول لها كرهته ونسيته، قالت لها يوم ما تنسيه مش هتكرهيه. ففعلا بقعد اتامل، كنت اقعد اناقشها في الكلام ده، تقول لي الحب والكره وجهين لعمله واحده. لما بنكره حد ما بنفتكروش، لكن لما بننساه ما بيبقاش خلاص في الذاكرة تماما، لا بنحبه ولا بنكرهه. فهي فعلا كان عندها ملكة انها بتقول كلام كتير قوي تختزله في جملة او في كلمتين.